بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس 90 في شرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخهما في الدارين آمين. كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، واليمين أصلا هي الجرح، اليد، الجهل، تملي نقول اليمين، اليمين يعني الإيد. لكن لأنه لما كانت الأيمان التي كانت تعقد مع الناس كانوا يصفحون بعضهم باليمين ويعاهدون بعضهم بالأيادي، فأطلق بعد ذلك لفظ اليمين على الحلف، كأن الحلف هو عهد بينك وبين من حلفت به أمام الخلق إنك تنفذ ما حلفت عليه، فبقى اسمها إيه؟ اليمين. فاليمين هو القسم، اليمين صار هو القسم، يعني الأقسام. والنذور أن يفرض على الإنسان شيئا على نفسه من جنس الطاعة، من جنس الطاعة لم يفرضه الله عليه، ده اسمه إيه؟ النذر. فإن نذر على نفسه شيء ليس من جنس الطاعة، معصية، يحرم الوفاء به. لو نذر معصية مثلا، نذر أن يقطع رحم، ألا يزور عمه، ودي قطعة رحم، يبقى في الحالة دي يحرم الوفاء به، يحرم ليه؟ لأنه نذر محرما، نذر أن يقتل إنسان بغير حق، فهم؟ يبقى يحرم الوفاء به. لكن النذر اللي هو طاعة لابد أن يكون من جنس الطاعات. فإن اخترت نذرا من جنس الطاعة صار هذا الأمر بعدما كان مباح لك أن تتركه صار واجب لك أن تفعله، كأن ينذر مثلا أن يصوم الاثنين والخميس ما حييت. الصيام الاثنين والخميس ده من جنس الطاعة، هو سنة، بس لما نذرته صار واجب في حقك، فهمت بقى؟ أو نذر أن يقرأ القرآن كل يوم جزء حتى يختمه في الشهر مرة طول عمره، فصار قراءة جزء من القرآن في حقه إيه؟ واجب، مع أنها كانت قبل النذر مباح، مباح يقرأ ومباح ما يقرأ، لكن القراءة عبادة، فهمت بقى المسألة؟ فبيقول هنا الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، وأصلها لغة اليد اليمنى، ثم أطلقت على الحلف، والحلف هو القسم، وشرعا تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده، يعني إنك أنت بتحلف على حاجة تحتمل الحاجة دي الوجود والعدم، تحلف إنها موجودة أو تحلف إنها مش موجودة، فهمت بقى إزاي؟ آدي معنى إيه المقصود به تحقيق ما يحتمل المخالفة، ما يحتمل الوجود أو يحتمل العدم، أو تأكيده أو تأكيد حصوله بذكر اسم الله تعالى. يبقى عندنا في الشافعية القسم لا يكون، أو الحلف أو اليمين لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفات الله. يعني ما تقول والقرآن المجيد، القرآن ده كلام الله، وكلام الله صفة، يبقى ينعقد باليمين. لما يقول والقرآن المجيد كذا كذا ينعقد باليمين، ليه؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، يبقى ينعقد باسم الله. تقول إيه؟ ورب العزة مثلا، ورب العزة تقوم إيه تنسبه لصفة من صفات، أو تقول رب العالمين بتنسبه بصفة، أو بإيه؟ باسمه المجرد الله، والله، فهمت إزاي؟ يعني إيه كل دي اسمها أيمان، يبقى لا يوجد أيمان إلا باسم من أسماء الله، أو بصفة من صفاته، أو بإيه؟ أو بشيء متعلق به، زي كتاب الله وبيت الله الحرام، كل دي أشياء متعلقة به.
طب ينفع ينعقد اليمين بالنبي؟ عند الشافعية الحلف بغير الله مكروه ولو كان بالنبي. كويس؟ يبقى الحلف بغير الله مكروه عند الشافعية ولو كان بالنبي. قالوا مكروه ما قالوش حرام، ولا ينعقد به اليمين، ولا ينعقد به اليمين. فهمت بقى ازاي؟ الحنابلة قالوا ينعقد اليمين بالنبي. ليه؟ لأن النبي شق الشهادة، فطالما هو شق الشهادة ينعقد بالنبي. الشافعي قالوا لا، لا ينعقد اليمين بالنبي ويكره، لأن من حلف بغير الله إيه؟ فقد أشرك، في رواية وفي إيه؟ فمن كان أحدكم حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن ما حدش قال ان الحلف بالنبي شرك الا الوهابي. كويس؟ لكن العلماء قالوا الحلف بالنبي ليس بيمين ولا ينعقد ويكره، ما قالوش شرك. ها؟ ما هو من حلف بغير الله فقد اشرك، يعني بالانداد، لان روايه ابي داود تفسرها من حلف بالانداد فقد اشرك. الأنداد يعني إيه؟ من عبد من دون الله، حلف باللات والعز، حلف بالنار، دي أشياء عبدت من دون الله، يبقى كده أشرك. أشرك في الظاهر طالما لا يعتقد، وإن اعتقد يبقى أشرك حقيقة. واخد بالك؟ لكن لم يقل أحد إنه النبي شرك، لأن إيه؟ إلا الوهابية. واضح؟ لكن كل العلماء قالوا الحلف بالنبي مكروه، عدا الحنابلة أجازوا الحلف بالنبي. فاحنا بنشرح مذهب الشافعية عشان كده بنقول ايه. طب وايه وجهة نظر الحنابلة يا دكتور؟ قالوا شق الشهادة. قالوا شق الشهادة، يعني كأنك انت بتقول والله الذي ارسل محمد صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى ازاي؟ ادي الحكاية. فبيقول تحقيق، وشرعا تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفات ذاته، والنذور جمع نذر، وسيأتي معناه في الفصل بعده. طبعا يشترط علشان ينعقد اليمين أن يكون الحالف بالغ عاقل، لازم البلوغ والعقل، يعني ما ينفعش واحد قبل البلوغ يحلف ونقول انعقد يمينه، واخد بالك؟ لازم العقل. وألا يكون اليمين لغو، يعني إيه؟ يعني لا أقصد حقيقة اليمين، زي ما أقول لك والله يشرب الشاي ده، والله يبقى زورنا، والله يا أخي يبقى مر عليا لما تيجي المقطم، والله يا شيخ أنت وحشني، يعني الكلام العادي ده مش مقصود بيمين، ده اسمه لغو. فهمت إزاي؟ ده عادة الناس في الألفاظ في الكلام، فهم؟ يبقى لازم يكون عاقل بالغ ويقصد القسم، حتى نخرج اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى، فما ينعقدش بأي مخلوق بقى، لأن كل ما سوى الله إيه؟ مخلوق. يبقى لا ينعقد اليمين بمخلوق. فإن كان المخلوق ده حلف بمخلوق وهذا المخلوق عبد من دون الله، يبقى ظاهر الحلف ده إيه؟ شرك. وهل النبي عبد من دون الله؟ يبقى ما يدخلش، لأن من حلف بالأنداد فقد أشرك، دي رواية أبي داود، من حلف بالأنداد فقد أشرك، يبقى رواية من حلف بغير الله فقد أشرك رواية بالمعنى. فهمت بقى؟ عشان تحل لنا إشكالية الوهابية اللي أثاروها الآن إن الحلف بالنبي شرك والعياذ بالله. فإزاي يبقى واحد بيحلف بالنبي تعظيما له ويبقى مشرك؟ إزاي؟ صعب. لكن على أي حال، لو واحد كان بيحلف بالنبي هروبا من الحنس، لأنه عارف أن الحلف بالنبي لا ينعقد بها يمين، فيحلف بالنبي علشان ياخد راحته يوفي أو ما يوفيش، واخد بالك؟ يبقى في الحالة دي يأسم. ولو كان بيحلف بالنبي استهتارا باليمين يكفر. شفت الخطورة؟ يعني واحد بيحلف بالنبي استهتارا باليمين، واخد بالك؟ يبقى هنا اللي بيستهتر ده بالشيء يعني كأنه بيستهزئ بيه، يبقى ده كفر. طب بيحلف بالنبي علشان يوم ما يحنث ما يبقاش عليه كفارة يمين،
لان كفاره اليمين باليمين اللي ينعقد بالله، هو بيحلف بالنبي وخلاص الناس هتصدقه، وفي نفس الوقت لو وفى خير وبركه، ما وفاش ليست عليه كفاره يمين، يقصد هذا يبقى يقسم. فهمت بقى المساله تفاصيل يعني. لا ينعقد اليمين الا بالله تعالى، اي بذاته كقول الحلف والله، او باسم من اسماء المختصه به التي لا تستعمل في غيره كخالق الخلق او رب العالمين مثلا، او رازق العباد، او رب العرش العظيم، كل دي اشياء متعلقه، او صفه من صفات ذاته القائمه به كعلمه وقدرته. وضابط الحالف كل مكلف مختار ناطق قاصد لليمين، لازم يكون قاصد الحلف مش جايبه عشان نخرج اللغو. ومن حلف بصدقة ماله كقوله لله علي أن أتصدق بمالي، ويعبر عن هذا اليمين تارة بيمين اللجاج والغضب، وتارة بنذر اللجاج والغضب، فهو أي الحالف أو الناذر مخير بين الوفاء بما حلف عليه والتزمه بالنذر من الصدقة بماله أو كفارة اليمين في الأظهر. يعني واحد حلف على شيء يفعله ثم بان له أن الأفضل أن يتركه، يبقى عليه كفارة يمين، واخد بالك، لأنه هو التزمه، فإن وجد أن في التزامه إزاء له يبقى عليه أن يكفر كفارة يمين. واضح؟ أو كفارة يمين في الأظهر، كفارة اليمين، وفي قول يلزمه كفارة يمين، وفي قول يلزمه الوفاء بما التزمه، اللي هو مقابل الأظهر، ولا شيء في لغو اليمين. يعني اللغو اليمين ده ما ينبنيش عليه أحكام، فإن ربنا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان. وفسر بما سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير أن يقصدها كقوله في حال غضبه أو غلبته أو عجلته لا والله مرة، وبلا والله مرة في وقت آخر. ومن حلف ألا يفعل شيئا أي كبيع عبده فأمر غيره بفعله ففعله، بأن باع عبد الحالف لم يحنث ذلك الحالف بفعل غيره إلا أن يريد الحالف أنه لا يفعل هو ولا غيره فيحنس بفعل مأموره. يعني إيه؟ يعني أنا حلفت أن أنا مش هبيع عربيتي، وبعدين حبيت أبيعها، فهو موكل ابني يبيعها لي، يبقى ما حنستش. فهمت؟ لأن أنا حلفت أن أنا مش اللي هقوم بالبيع نفسه. لكن لو كنت قاصد أني مش هبيع عربيتي لنا ولا غيري، يبقى في الحالة دي يحنس حتى لو وكل غيره للبيع. فهمت بقى المسألة؟ لكن لو حلف انه ألا يبيع شيء او لا يشتري شيء، فأراد ان يفعل هذا الشيء او يشتريه فيوكل غيره لفعله، يبقى لا يحنس. واضح؟ اما لو حلف ألا ينكح فوكل غيره في النكاح فإنه يحنس بفعل وكيله له في النكاح. يخرج من المسألة دي كلها النكاح، لأن النكاح فعل شخصي، فما ينفعش يقول والله ما هتجوز وبعدين يوكل غيره ويعقد له العقد. فهمت ازاي؟ في النكاح يعتبر حنس. طب وحنس يعني ايه؟ يعني عليه كفارة يمين. ادي معنى حنس، مش يعني راح في داهية، أبدا، بسيط، عليه كفارة يمين. كفارة اليمين يعني يطعم 10 مساكين أو يكسيهم، فإن عجز فايه؟ فصيام 3 ايام، ولا يشترط فيها التتابع بل يستحب. طب في البيع، هل هو بيقسم على الا يبيع الشيء نفسه ولا الا لا يبيع هو الشيء؟ يعني ما على حسب بقى، تساله نيته ايه. ومن حلف على فعل امرين كقوله والله لا البس هذين الثوبين، يعني قال والله ما انا لابس الثوبين دول، لبس احدهما لا يحنث، يبقى معناه يعني ما يلبسهمش مره واحده في حاله واحده، واخد بالك ازاي؟ لكن لو لبسهما كل واحد لوحده ماشي.
والله لألبس وادين الثوبين، ففعل أي لبس أحدهما لم يحنث، فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث. فإن قال لا ألبس هذا ولا هذا حنث بأحدهم، قال والله لا أنا هلبس ده ولا ده، يبقى يحنث لو لبس ده أو ده. ولا تنحل يمينه، بل إذا فعل الآخر حنث أيضا. وكفارة اليمين عند الحنث بقى هو أي الحالف إذا حنث مخير فيها بين ثلاثة أشياء. أحد إحنا بزماننا بقى مخير فيها بين شيئين بس، لأن في عتق الرقبة ما بقاش في رقاب. هنا مخير فيها بين ثلاث أشياء: عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بعمل أو كسب، وثانيها مذكور في قول أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدا. كل مسكين ياخد ايه مد؟ المد يعني كيلو الا ربع من غالب قوت البلد، اي رطلا وثلثا من حب من غالب قوت بلد المكفر، ولا يجزئ فيه غير الحب من تمر واقط. وثالثها مذكور في قول او كسوتهم، والكسوة يعني ايه؟ هو مخير بين الاطعام او الكسوة. او كسوتهم اي يدفع المكفر لكل من المساكين ثوبا ثوبا، اي شيئا يسمى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص او عمامة او خمار او كساء، ولا يكفي خف ولا قفازان. يعني ممكن يجيب ايه؟ يجيب كم خمار كده؟ 10 خمارات ويوزعهم على 10 نساء، أو 10 جلاليب ويوزع العشر جلاليب يبقى كساهم كويس، أو يجيب 10 عمائم للناس اللي كانت بتلبس العمائم. يعني ما تجيبش بقى عمامة للفقير ما بيلبس عمامة، هيعمل بيها إيه؟ ولا يكفي خف ولا قفازان، يعني ما ينفعش يجيب إيه 10 شرابات، ما يكفيش، ولا 10 جوانتيات اللي هو القفاز اللي هو ايه اللي هو الجوانتي. ولا يشترط في القميص كونه صالحا للمدفوع اليه، يعني ما يشترطش يبقى مقاسه، ما يشترطش ان الجلابيه اللي انا هجيبها تبقى مقاس اللي هياخدها، انا اديها له خلاص، هو بقى يديها لابنه يديها لاخوه يديها لجاره يبيعها، ما تجيش مقاسه يصلحها يوديها لحد يقفله، هو حر بقى. يعني مش شرط انك كده يبقى مقاسه، واضح؟ لكن المهم تكون صالحه للاستعمال. ولا يشترط في القميص كونه صالحا للمدفوع إليه، فيجزئ أن يدفع للرجل ثوب صغير أو ثوب امرأة. ولا يشترط أيضا كون المدفوع جيدا، فيجوز دفعه ملبوسا لم تذهب قوته. يعني ممكن كمان إيه أكسيه بجلاليب عندي أنا لبستها لكنها لسه ما دابتش أطلعها، واضح؟ كل ده جائز. فإن لم يجد، ما وجدش بقى ايه الخصال السابقة اللي فيها التخيير، ما قدموش الا ايه الصيام بقى. فإن لم يجد 3 أيام المكفر شيئا من الثلاثة السابقة، يعني يدي لنفسه بعد الحنس 3 أيام، لأنه ممكن لما يحنس النهاردة مش جاهز يطعم، يصبر 3 أيام يمكن يجيله فلوس تاني يوم تالت يوم يستطيع. فإن خلال 3 أيام استطاع أي خصلة من الخصال يعملها، مرت الثلاث ايام ولم يستطع الخصلة يبقى انتقل الى البدل، البدل اللي هو صيام 3 أيام. فصيامه اي فيلزمه صيام 3 أيام، ولا يجب تتابعها في الازهر، مقابل الازهر يجب التتابع، والازهر اللي هو عليه الفتوى لا يجب التتابع بل يستحب، يبقى لا يجب التتابع بل يستحب فقط. فصل في احكام النذور، وحتى النذر مع اليمين ليه؟ لان كفاره النذر برضه هي كفاره يمين. يعني انا نذرت شيء واردت الا افعله، اعمل ايه؟ اكفر كفاره يمين، فهم مرتبطين ببعض. عشان كده تملي تلاقي الايمان والنذور تتحط ايه مع بعضها ورا بعضها في كتب الفقه. لا، الناس العوام بيقول لك ايه هتخلينا صوم، وده غلط، لان الصيام ده بدل، بدل، لان هو الاول يعني على الترتيب، إن عجز عن الخصال الأولى يلجأ للصيام. فما ينفعش واحد قادر على الكسوة أو إطعام غيره وبعدين يصوم 3 أيام ويقول أنا بكفر يمين،
يبقى صيامه ده هيبقى تطوع مش كفارة، ويفضل يلزمه إطعام العشاء مثلا طالما عنده هذه الإمكانية. التطبيق واجب يعني. الأول في خصال مخيرة الأول، فإن عجز عن واحدة من التلاتة يبتدي إيه يلجأ للصيام، فهو مخير أولا مرتب ثانيا. يبدأ الخصال الأولى مخيرة ثم مرتبة، فيختار واحدة من الخصال الثلاثة، فإن لم يستطع واحدة في الثلاثة ينتقل إلى إيه؟ إلى البدل. زي بالظبط واحد عنده مية ما ينفعش ينتقل للتيمم، طول ما عنده مية ما ينفعش يتيمم ويصلي. طول ما أنت عندك مية، طول ما أنت عندك مال تعرف تدفع المساكين أو تكسيهم كأن عندك مية. فالصيام كالتيمم لمن عجز عن الماء اللي هو المال. فهمت المسألة؟ عشان أشبهها لك يعني. طب دكتور، من استطاع الإطعام والكسوة واختار الأرخص يتخير، ما هي مخيرة براحته، يختار يختار براحته. في أحكام النذور جمع نذر وهو بالذال معجمة ساكنة وحكي فتحها، ومعناه لغة الوعد بخير أو شر، وشرعا التزام قربة غير لازمة بأصل الشر. يبقى ايه يعني النذر اللي هو اللي يجب الوفاء به؟ انه يكون من جنس القربات، من جنس الطاعات. لكن لو نذر من جنس المعاصي يأثم لو وفى، وهل يجب عليه كفارة؟ وجهان، يعني ايه؟ نذر ان يقطع رحمه، وقطيعة الرحم دي حرام من الكبائر، نقول له تأثم لو وفيت النذر. طب واعمل ايه؟ توب الى الله وخلاص، ما عليكش حاجة، ما يعملش كده تاني. وجه تاني يقول لك ايه؟ كفر عنه. كأنه يمين. يعني ما هو النذر حكم اليمين، كأنك بتقول لله علي ان افعل كذا، كأنك بتقول والله افعل كذا، ما هي نفسها، هي الصيغة نفسها. والنذر ضربان، يعني نوعان، احدهما نذر اللجاج بفتح اولي وهو التمادي في الخصومة، والمراد بهذا النذر ان يخرج مخرج اليمين بان يقصد النادر منع نفسه من شيء ولا يقصد القربة، وفيه كفارة يمين او ما التزمه بالنذر. يبقى نذر ايه اللجاج ده؟ نذر طالما مش من جنس المعاصي، لكن بيقولوا في خصومة، في أثناء الخصومة يجب أن تلتزموا، فإن لم يستطع فإيه؟ يكفر يمين. والثاني نذر المجازاة، وهو نوعان، أحدهما ألا يعلقه الناذر على شيء، مطلق بر مش معلقه على شيء، نذر مطلق بر لله علي أن أصلي كل يوم 50 ركعة ما حييت، ده مطلق بر مش معلقه على شيء، لله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما ما حييت، يبقى ده اسمه مطلق بر مش معلقه على شيء. كويس، يسموه نذر التبرر أو نذر البر غير معلق، يعني كقوله ابتداء لله علي صوم أو عتق. لو قال لله علي صوم يبر لو صام يوم واحد، لله علي صدقة يبر لو تصدق بجنيه واحد، طالما هو قال كده يعني مطلق أطلقها. واضح؟ أو عتق. والثاني أن يعلقه على شيء، يعلقه يعني لو شفى الله ابني لله علي أن أفعل كذا، لو أخذت الوظيفة الفلانية لله علي أن أفعل كذا، لو ربنا رزقني بسيارة لله علي أن أفعل كذا، يبقى علقه على شيء، ده اسمه المعلق. وده ايه؟ نذر البخيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ سماه ايه؟ يقتطع من البخيل، وهو مكروه ويجب الوفاء به، مكروه ويجب الوفاء به. والثاني ان يعلقه على شيء، واشار الى المصنف بقوله والنذر يلزم في المجازات على نذر مباح، على نذر مباح وطاعه، كقوله اي الناذر ان شفى الله مريضي، وفي بعض النسخ مرضي، أو إن كفيت شر عدوي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق.
لو قال لي لا علي ان اصلي يعني يبرر نذره لو صلى ركعتين كويس، او اصوم يبرر بنذره لو صام يوم واحد، او اتصدق يبرر بنذره لو تصدق باقل متمول ممكن. اقل متمول ممكن دلوقتي ايه؟ الجنيه المصري. ده لو وقع منك يمكن تكسل توطي تاخد، صح؟ اقل متمول ما يجيب لكش كيس شيبسي، فاقل متمول يعني. حتى كان زمان سندوتش الفول والطعمية كان بجنيه، الوقت ما بقاش بجنيه، بقى باتنين جنيه، وساعات يبقى بجنيه ونص في الأحياء الفقيرة يعني. فلما يقول لك أقل متمول مثاله إيه؟ تقول له الجنيه المصري، واخد بالك؟ لو قلت نص جنيه يزعل منك، لأن نص جنيه ده إيه ده؟ فربنا ينجينا ويرجع إن شاء الله بلادنا إلى عهدها من الرخاء ان شاء الله. طول عمر مصر كانت ايدها على العوالم كلها، على العالم كلها، بتاكل كل البلاد. سبحان الله، مصر دلوقتي بقت بتشحت. فربنا ينجينا. ويلزمه اي النذر من ذلك اي مما نذره من صلاه او صوم او صدقه. يلزمه يعني ايه؟ يعني يجب الوفاء به. يدي معنى يلزمه. النذر لا ينعقد الا باللفظ لكن مش بالقلب، بالنية، لازم يتلفظ. واضح؟ وما يقع عليه الاسم من الصلاة وأقلها ركعتان أو الصوم أقل يوم، والصدقة هي أقل شيء مما يتمول. وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم كما قال القاضي أبو الطيب. يعني حتى لو قال حتصدق بمال عظيم ينعقد برضه بإيه؟ بأقل متمول. ماشي. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله ولا نذر في معصية لا ينعقد نذرها، كقوله إن قتلت فلانا بغير حق فلله علي كذا، وخرج بالمعصية نذر المكروه كنذر شخص صوم الدهر. صوم الدهر ده مكروه ينعقد. احنا قلنا النذر المعلق ده مكروه وينعقد ويجب الوفاء به، وكذلك نذر المكروه كصوم الدهري ينعقد ويجب الوفاء به. لكن نذر المعصية هو ده الذي لا يجب الوفاء، يعني الحرام ده الذي لا ينعقد. وكذلك لا نذر فيما لا تملك، لا نذر فيما لا تملك، فلا بد أن تكون مالكا ما تنذر به. فما ينفعش تقول لله علي إن وفقني في عملي أن أبيع سيارة صديقي. طب انت مش ما تملكهاش، طالما لا تملكها يبقى ما تنفعش. او اطلق زوجة اخي، طب انت مالك؟ طب دكتور نذر المجازات نوعين، في كفاره؟ لا، ما هو لو فاتوا طبعا ليه كفاره؟ طالما مش معصيه. هو قال نذر، لا، ما طالما مش معصيه في كفاره. اي نذر، شوف لو النذر يعني في مباح او مشروع يبقى ايه؟ يجب الوفاء به، فان لم يوفي عليه ايه؟ الكفارة اليمين. كويس. النذر في المكروه يجب الوفاء به، اما النذر في المعصيه هو الذي لا يجب الوفاء به. طب ما ليه قسمهم نذر اللجاج ونذر لا مشح في الاصطلاح بقى ده، كل واحد يقسمها بطريقه شكل، كل واحد تقسم. انا ممكن اقسمها لك بثلاث اربع طرق دلوقتي، الفها لك زي ما الف، لكن هي المقصود اللي ايه؟ يعني في نذر يسموه نذر اللجاج ونذر البر، واخد بالك ازاي؟ والنذر المحرم، ثلاث انواع اقسمها لك كده سهله. النذر المحرم في شيء محرم شرعا، ونذر اللجاج في النذر المعلق وهو مكروه، واخد بالك ازاي؟ او في المحرم وهو مكروه، او في المكروه، يعني النذر يعني يفعل شيء مكروه كان يواصل الصيام، واخد بالك؟ يبقى في الحاله دي ينعقد، وننصحه انه هو يكفر عنه بكفارة يمين حتى لا يضعف، لان هينبان عليه ضرر، او يحرم على نفسه ايه؟ مباح شرعا. لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك قد فرض الله لكم ايه؟ تحلة ايمانكم. فان حرم على نفسه اكل شيء مباح او فعل شيء مباح، يبقى في الحالة دي يعمل ايه؟ كفر يمين ويفعل المباح.
وخرج بالمعصية نذر المكروه كنذر شخص صوم الدهر فينعقد نذره ويلزمه الوفاء به، ولا يصح أيضا نذر واجب على العين. يعني قول لله علي أن أصلي 5 فرائض في اليوم والليل، هي مفروضة بأصل الشرع، أنت بتفرض حاجة مفروضة بأصل الشرع، ما ينفع. أما الواجب على الكفاية فيلزمه. لله علي أن إيه؟ أن أصلي على جنازتي كل من يموت من أسرتي، هي أصلا فرض كفاية، بس نظر على نفسه يبقى لازم كده، أي حد يموت من أسرته لازم يحضر صلاة الجنازة عشان يوفي، لكن هي في أصلها كانت فرض كفاية، هو عينها على نفسه، جعلها معينة على نفسه. أما الواجب على الكفاية فيلزمه كما يقتضي كلام الروضة وأصله، ولا يلزم النذر أي لا ينعقد على ترك مباح أو فعله، فالأول كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبن وما أشبه ذلك من المباح كقوله لا ألبس كذا، والثاني نحو آكل كذا وأشرب كذا وألبس كذا. وإذا خالف النذر المباح لزمه كفارة يمين على الراجح عند البغض، وتبعه المحرر المنهاج، لكن قضية كلام الروضة وأصلها عدم اللزوم في الأمور المباحة، يعني ألا يوفي ولا لزوم عليه، ولكن الراجح عليه النذر، عليه أنه يكفر عنه بكفارة يمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.